منذ قليل أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي في بيانه الصادر بعد اجتماع دعا إليه كابتن محمود الخطيب بعد أحداث أو بعدما قررت لجنة الانضباط أو لجنة القيم، أنا مش عارف الحقيقة لجنة اسمها إيه، لكن لجنة في الاتحاد المصري لكرة القدم وقعت بعض العقوبات على بعض اللاعبين فيما يخص النادي الأهلي. وقرر كابتن محمود الخطيب عقد اجتماع لمجلس الإدارة طارئ النهاردة، وبالفعل انتهى اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي على الآتي: يأسف النادي الأهلي للأحداث التي وقعت عقب مباراة السوبر المحلية والتي أقيمت على أرض الإمارات الشقيقة والتي تستحق كل الشكر والتحية، ولكن انطلاقا من ثوابت النادي الأهلي ومبادئه الراسخة على مر الأجيال، فإن النادي الأهلي لم ولن يدافع عن مخطئ ذات يوم أيا ما كان موقعه، ولكن دائما يبحث عن العدالة ومعايير واحدة يتم تطبيقها على الجميع دون تمييز وفق نصوص لائحية وقواعد قانونية. لذا حرص النادي على استجلاء الحقيقة كاملة من خلال تقرير السيد رئيس بعثة الأهلي في أبوظبي وتقرير مدير جهاز الكرة والاجتماعات التي عقدها كابتن محمود الخطيب رئيس النادي مع كليهما بهدف اتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي متجاوز وعقابه قبل الدفاع عن أي مظلوم. النقطة دي مهمة جدا جدا جدا، دي في بداية أو قبل ما نقول إيه هي القرارات اللي خدها مجلس إدارة النادي الأهلي، ولكن المهم النقطة دي هامة جدا، لأن النقطة دي هي مبادئ وثوابت النادي الأهلي. النادي الأهلي لم ولن يقف مع أحد مهما كان، لو لعيب عنده لعيب مش عنده، مسؤول عنده مسؤول مش عنده، النادي الأهلي لن يتقبل بأن يقف مع أي حد هو شايف ان هو او البعض شايف ان هو مخطئ. طيب، وبالتالي على الجميع